فيني وحيت حيت خرب الستاند. ويلا حيهم جميعا. انا احمد الشمري صانع محتوى ورحالة من السعودية، مسافر على مدار ال 24 ساعة بشعار كن على ثقة بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. اليوم وين رايحين؟ رايحين القرية جودي بان. والله العظيم يا ناس انه انا دخلت الملانق بسبب القرية هذه وبسبب القصة اللي سمعتوا عنها. فحاليا احنا رايحين بالطريق لين ما نوصل لها. احلى شيء انها هي تقريبا في السنتر، ما يحتاج انك تروح مكان بعيد. الله النواش. اباخذ شغله بوريكم اياها. هذه وصيلة المواصلات حقتنا. هذا لك يضحكون. يا حبيبي استمتع، عيش حياتك. بعد يا بنية ما نبي نصدمك. بعد يا بنية. لا يلا قول. هيا جايز يلا قول. طايرين بالسيكل انا وياكم. قربنا. ودك تسوي كذا طايح بطيء بس انه ممتع يا اخي، كذا كل شيء قريب منك. بنص الشارع يمشي الواحد. ادري ازعاج بسبب السيارات، بس تخيلوا هذه القريه الملونه كذا، والاحلى انه يفصلها جسر ما بين القريه هذه والقريه الزرقاء الجهه الثانيه. طيب وش قصتها بالضبط؟ لو رجعنا بالتاريخ سنوات طويلة، تحديدا 2016، كانت القرية هذه اللي انتم تشوفونها قدامكم الحين تعيش تحت خط الفقر، لدرجة ان الحكومة كانت تستعد انها تهدم المكان هذا كله وتزيح العوائل اللي عايشة هنا المكان ثاني. فعليا كان مكان مهمش، ما حد يبي يجيه ولا احد يبي يسكن فيه، وكان عال على الحكومة. توهم طايحين بالطقطيق عرفتوها. وهنا تجي نقطة التحول بحياة العوائل هذه كلها. 8 طلاب من الجامعة المحمدية في ملانق جتهم فكرة عبقرية انهم هم يغيرون اقتصاد المنطقة هذه، وكانت الفكرة انهم يحولون المنطقة هذه كلها الى قرية ملونة بحيث انها تجذب السياح وتنتعش المنطقة كلها. وعلى حطة يدكم انتعشت القرية وصاروا السياح يجونها من كل مكان، انا واحد منهم. طبعا في رسوم لما تجي تدخل هنا اللي هو بس 5000 روبية، فعليا ولا شيء، ولكن الميزة الحلوة انه جزء من المبالغ هذه راح يروح لاهل القرية اللي عايشين هنا. ومو بس هذا الحلو، الحلو ان القرية المجاورة لها عجبتهم الفكرة وراحوا قلبوا قريتهم كلها باللون الازرق. وبسم الله من هنا بوابتنا وندخل. طبعا ترى في اكثر من بوابة دخول، انا اخذت من هذه البوابة. يو عاد الحين تبدا تضيع، ما تدري تنزل من هنا ولا تروح من جهة هذيك. هلا. شو تطبخ هنا؟ بالليبيان. احلى شيء ان المحليين عايشين هنا، بيوتهم شوف بيوتهم مفتحه، بيوتهم واللي يبيع واللي يا اخي شيء مره حلو انك تشوف الوضع حقهم تغير بالكامل، بدل انهم ما يزيحونهم صاروا عايشين هنا ويستقبلون السياح بنفس حلوه اطفالهم هنا، شيء مره حلو. لا 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 والله حلوه، من بعيد احسبها كذا كتابه عاديه. شوفوا مستخدمين الشامبو، علب الشامبو كاتبين فيها. والله المكان جميل مره. يا علا. احلى شيء انه يقطع القريتين هذه جسر، فعشان تروح القرية الثانية تروح بالجسر هذا وتروح تبدأ تستكشف القرية الثانية. جالسين بالطريق. شو هذا الجسر؟ هلا السلام عليكم. والله شن ريحة الطبخ. ما تدري وين تروح؟ هناك هناك بيوت ناس، ولا تبي تطلع من هنا، ولا تروح من هناك، تبدأ تستكشف تحوس. هلا.
اخي على شيء انه حتى صار متعودين السياح. يا زينة يا حلوة ما شاء الله يا أخي حلوة القرية كذا كلها ألوان في كل مكان، بس قعد تمشى هنا واستمتع وسولف مع المحليين الموجودين هنا. يا أخي عجبني كيف إنهم جالسين برا كذا، واللي فاتح مثلا بيت برا كذا توني يبان فيها. السلام عليكم وهلا. هلو يا هلو 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 زينة ما شاء الله. سلام عليكم. يا ناس والله العظيم كلهم يوزعون ابتسامات كلهم، هذا ما تحبيته جالس جوبه قاعد يهز راسه مع الاغاني يوزع ابتسامات. طبعا ما ادري اذا تسمعون ولا لا، بس في صوت مثل القران. في عاده حلوه هنا لاحظتها بمدينه ملانج، ما ادري والله اذا في كل اندونيسيا ولا لا، بس لاحظتها هنا. تخيلوا قبل موعد اي صلاه يبدا الامام يقرا قران في المساجد اللي هو بالمكبرات حقت المساجد، فكذا يجيك شعور حلو عرفت قبل اي صلاه. تخيلوا طلعت من برا ورجعت دخلت من جهه ثانيه مختلفه. والله كبيره مره القريه هذه. هذه منطقه ثانيه مختلفه، ولما تجي هنا تدفع بس 3000 ويعطونك مثل هذه اللي هي اللي تعلقها يعني كذكرى يعني. والله قلت لكم القريه مره كبيره. شو صار؟ هلو 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 نايس هلا هلا ها وريني شو. الغريب انه ترى تخيلوا انا قعدت في اندونيسيا تقريبا الحين كملت اكثر من شهرين. الشهور الاولى اللي انا كنت جالس فيها ما كانوا يلعبون بهذه الطقطيقه، الحين توهم طاحوا فيها. هلا السلام عليكم. والله العظيم انها تفتح النفس القريه دي يا اخي. حلوه رسمات مره بطله. انا قاعد احاول اني انا ما اصور وجهي كثير، ابيكم تعيشون الشعور انكم انتم فعلا اللي قاعد تتمشون معي في القريه هذه. هلا يا حلوه ما شاء الله عليها. هلا يا هلا صغيره دي. شوفوا يا زينه شوف. لا لا بجيبها. يا زينة الله عليها. هلو هاي ما شاء الله. اوه نايس غزل. you know how to do this? He's shy. Come. شفتك جودة تعال شفناك طلع منا تعال ورنا حقا تعال. ثانك يو بس تحملني من اليوم.
يا ناس والله المكان ترى مرة حلو إنك تجي وتغير جو، ترى المكان آمن. أدري في بعض الناس يشوفون الأشكال كذا ويشوفونها كأنها صندقة يخافون. يا ناس هم أساس الناس فقيرة، فهذه حياتهم الطبيعية. فلا تتخوف إنك تجي هذه الأماكن، وبالذات أنت عارف إنه الرسوم هم يستفيدون منها، ففعليا رسومك داخل العوائل اللي عايشة هنا هم أطفالهم. يا أخي أحلى شيء إنهم حاطين عصافير في كل مكان. لو شفت القفص اللي قبل شوي فوق كذا موزعين عصافير فصاير شوي. هلاو السلام عليكم. ومرسمين كل مكان عبقور وشلة وش رهيب والله صحيح. قاعد أشر على شيء بس ماني فاهم والله إيش مكتوب هنا. يطبخون برا هنا اكل. اسمعوا، اذا شفتوني دخلت نفس المكان وطلعت منه ورجعت له ترى والله ما ادري وين قاعد امشي. فعليا انا قاعد افرفر وادخل كل ما اشوف ممر راح دخلت فيه. يا يعني ريت هذا الممر اللي هي قدامي هو والله رسمتينه حلوه. هالو هالو. كذا خلصنا من القرية الملونة. كنت أبي أكمل القرية الزرقاء ولكن ترش شوي وتوقف، ترش شوي وتوقف. خفت إنها تمطر علي لأنه طول أمس وقبله كلها أمطار ما شاء الله، لأنه أنا بموسم الأمطار. هلا is you yes okay. إندونيسيا دائما استخدموا جوجاك، مرة رخيص. تخيل المشوار هذا راح يكلف تقريبا ريالين. وبس إلى هنا وصلنا نهاية المقطع. يعطيكم ألف صحة وعافية على المتابعة، شكرا لأنك استمريت إلى نهاية المقطع. فكرة المقطع اليوم بسيطة، حنا رحالة وأنا قاعد أحاول أنا أخذكم معي في كل مكان أنا فعليا أخوض تجربته في الحياة أو خلينا نقول في العالم. فقاعد أحاول أنه أي منطقة أنا أدخلها بيكم تستكشفونها معي. راح نجرب غابات، راح نجرب جبال، راح نجرب صحراء، راح نجرب طبيعة، راح نجرب قرى مثل كذا. لا تنسى اللايك والاشتراك عشان تنضم لنا ونلف العالم سوا. كان معك أخوك أحمد الشمري، فمان الله.